وادي شكشوكه ادي شكشوكه ولدت برضو ما شاء الله سته كده. في ثلاثة بني واثنين ابيض واحد اسود. من بني بقى من مين يعني؟ الابيض اوسكار بني صح. انا غبي، ما البني فيها بني اصلا، هي فيها بني. ماشي، ده الواحد مش بيرضى عليه. انت مش بترضى عليه؟ يلا روح. الاستاذ ده كمان ذكي استاذ. طبعا للاسف انا كنت في الشغل ورجعت لقيتها والده. يعني حتى انا ملحقتش اصور خالص. فدول بتوع الاستاذه سوشي نايمين كده ما شاء الله، ودول بتوع شكشوكه. دي سوشي اهي، ودي بتتغذى علشان طبعا الطبق الاصفر ده في اللين هي اللي واكلاه، بتحب تعرض يعني مش عارف ليه. وده اللي بهدلني، هو السبب الليله دي كلها، هو سبب كل الليله دي. اوعي انا مش يا استاذه. خلفت ستة ما شاء الله، ثلاثة بني واثنين ابيض وواحد اسود، وده واحد رمادي واحد اسود وثلاثة ابيض. غلا ده ان شاء الله يعني. انت هتتخانق من دلوقتي؟ انت فاضي يا حبيبي ليه؟ تعالى يا بابا. خش فين؟ خش بابا كده، خش معاك. طيب لازم تتأكد تماما ان كل الكتن بترضع. لو لقيت واحد منعزل لوحده لازم توجهه يعني. اعتقد خلاص تمرسوا شوية بقالهم فترة، فتعودوا على الاماكن. دول عشان لسه مولودين النهاردة محتاجين يعني. شايفين دول بيعانوا شوية مع بعض. شوف نزل فين، روح تطلعه كده. ايوه تأكد اللي هو ايوه يرضع هنا. امسك لسه برضو. هنا طيب فرضا واحد فيهم مش عارف يرضى خلاص، فبضطر الرضاع صناعي مؤقتا لغاية ما يتعود. يكون معايا ببرونة، اللبن خالي اللاكتوز تمام، أو حليب أطفال أصلا اللي هو تبع سور الكتن القطط. شوف شايفين هو مش عارف يرضى على فكرة، ده مش عارف يرضى لسه برضه. هنديله فرصة، لو مينفعش تسيبه، لو مرضاش ترضاه صناعي على طول. هو بيحاول يدور دلوقتي على يا أستاذ. مالك داخلي طيب تعال نرضع. ده كمان لوحده يرضع هنا. امسك، حاول تمسك. ايوه هو مسك ورضع. حلو، ده لسه يلا حاول. يلا في حاجة غلطنا. غالبا ده فيه مشكلة. ايه مشكلته بقى؟ ايوه افتح بقك. ايوه انا كنت غبي، بس يكون في بقه في حاجة. طب يلا روح كمل. ايوه
بص برضو. طيب ومش لاقي معني مع اتنين كده، ممكن اضطر ارضعه صناعي طبعا. يلا يلا. وممكن يكون على فكرة المكان ده ما فيهوش لبن كفاية، ممكن ما يكونش فيه. شوف انا اروح، لا هو في حاجة كده انا كده يعني كده. ده طبعا لو فضل كده ما رضعش ممكن يموت، فخلينا نحضر له بقى الرضع الصناعي دلوقتي. وده كمان، ده كمان في كده مشاكل. يعني حركتهم كده بدون هدف، اللي هو مش لاقي مكان الرضع. وجهناهم اكتر من مره وبرضه لسه ما فيش يعني. ده اوكي خلاص بدأ يمسك حلو. ده فين؟ ده مفيش خالص، ده مفيش خالص، ده ما بيرضعش خالص. وبدأ يبرد على فكرة، كده مش صح، كده في حاجة كده. هضطر اديله صناعي دلوقتي. اعلمكم درس النهاردة كويس جدا. القط ده الكتن دي ممتنع عن الرضاعة ومش عارفة ترضع، نعمل ايه؟ نرضعها صناعي ساعتها. استنى هي طبعا خايفة ان انا اخدها منها. استنى يا بابا، استنى. بس ترضع صناعي فورا. مش شايفين الناس مش شايفة هي. هي مش عارفة ترضع. بس شايفين؟ طب انا هقرب لكم الكاميرا، يعني هخفي نفسي خالص. انزل. وهقرب عليا جسمي انا، واحتمال اغير ده عشان البس اسود خالص عشان يبان عليهم يعني. تفضل محاول معاهم لغايه ما مش هيبقى بيرضاش. مش عارف. بس الفكره برضو ان انت ما تتعودش على موضوع ان انت ترضعه صناعي بالبيبرونه دي. ليه؟ ما انت مش موجود معاهم على طول، فلازم تدربه، تكون معاه تدربه لغايه ما هو يرضع لوحده. لان لو هو اعتمد ان انت هترضعه كل مره بالصناعي ممكن يموت، لانه منتظرك تيجي تديله الحليب هو مش هيعرف. هو بيحاول يلفش نفسه، شايفين؟ خش جوه. غيرنا التيشيرت عشان يبان. جرب تاني. انا مش باين خلاص، مش مشكله، اهم حاجه ده. خلينا نجرب معاه تاني. ارضع كده باين. ستي مالكيش دعوه والله، انا هتم. لحظه بس، لحظه، انا اهتم بيه. حاضر. ايوه حلو. بيرضع. سيبيه بس يرضع، هو مش عارف يرضع منك. هنجرب تاني. ده واحد تاني. يا عم اطلع انت منها. تعالي، انت عايزه ايه؟ سايك. مبروك. طب نرد على ده برضو. دي متلخبطه بقى، مفكره ده ابنها، لان هم عندها برضو، هي عندها برضو من ده، بس ده هنا وده هنا. ده مش تبعك يا حبيبتي، والله مش تبعك. الاثنين متلخبطين، ابني مين فيهم؟ ايوه ده ابنك انت. هي طبعا بيحفظوا من بيشموا الريحه. شوف هي بتحاول بتمنعني، مفكره ان ممكن اكون باذيها ولا حاجه. اهي بابا. بس يا حبيبي ده حليب والله. مش عايزة حاجة ترضعها، بس مش يعني بتمنعني. قلت له امنع دي. خلاص حاضر. سبحان الله. فكر ان الحليب ده مثلا حاجة مؤذية او مش عايزة والله العظيم.
احسن تستاهل. ايوه بيرضى الحمد لله. ايوه الحق.